Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. Welcome to lecture 15, Organic Chemistry 2. This is an Arabic version. بنكمل المشوار النهاردة في شابتر 3 اللي هو Reactions of Aromatic Compounds. كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن Electrophilic Aromatic Substitution, Activating Groups, Deactivating groups, determining the directing effects of a substituent, والsynthesis strategies. النهاردة هنتكلم عن nucleophilic aromatic substitution, elimination-addition reactions, identifying the mechanism of an aromatic substitution reaction. التلاتة topics دول هنتكلم فيهم النهاردة. نبدأ بالnucleophilic aromatic substitution. النيوكليوفايل ممكن يعمل replacement للهالايد بتاعة الارين هالايد. امتى؟ لو كان الرين contain a powerful electron withdrawing group, يعني حلقة البنزين يكون عليها بجانب الهالايد او اي good leaving group شبيهة بالهالايد, يكون موجود عليها ايه مجموعة ايه electron withdrawing group, وغالبا بتكون ايه nitro group لانها هي very powerful ايه electron withdrawing. كمان ان الليفينج جروب والالكترون withdrawing جروب يكون العلاقة بينهم يا اما ortho يا اما ايه para, يعني الوضع بتاع الهالايد والان او 2 يا اما اورثو يا اما ايه بارا, وهنعرف ايه السبب. فهنا مثال بيقول لي البارا برومو نيترو بنزين او 1 برومو 4 نيترو بنزين. ده انا لو عالجته بصوديوم هيدروكسيد عند 70 درجة وبعد ما يخلص التفاعل أعالجه بأسيديفايد ووتر, الناتج بيكون فينول. فالحالة دي هيكون الـ 4 نيترو فينول أو بارا نيترو فينول. بينما لو أنا عملت التفاعل بين 1 برومو 3 نيترو بنزين, الوضع بين الـ BR والـ NO2 ميتال بعض, تحت نفس الظروف دي مش هيحصل إيه؟ تفاعل. طب ليه؟ تعال نشوف لو الـ OH هجمت, يعني ندرس الميكانيزم بقى. الـ OH هجمت على نفس الكربون اللي فيه الـ A leaving group الـ BR, بقول على دي إن هي اسمها إيه؟ إبسو أديشن. طب لما يحصل كده يبقى إذا نيجاتيف تشارج هتبقى فين هنا؟ هيبقى عندي هنا نيجاتيف إيه؟ تشارج. وبعد كده يحصل لها بالريزونانس دي لوكاليزيشن هتبقى هنا وايه وهنا. لما كانت في الوضع عباره, خد بالكم هنا حصل ان النيجاتيف تشارج بقت موجوده على نفس الكربون اللي عليها الـ NO2, فيحصل لي وان مور ريزونانس ستراكشر, والريزونانس ستراكشر ده مهم جدا في الكونتريبيوشن بتاع مايزنهايمر كومبلكس. اوكي, بنقول على الانين اللي اتكون ده مايزنهايمر كومبلكس, بنفرقه بينه وبين السيجما كومبلكس, لان السيجما كومبلكس اللي خدناها في الالكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن كان عليها ايه بوزيتيف تشارج, لما يكون عليها نيجاتيف تشارج اتسمت باسم ايه مايزنهايمر كومبلكس. اذا معنى كده ان الكونتريبيوشن ده بقى فيه كام, في 4 ريزونانس ستراكشر, مش كده؟ بعد كده بيحصل ايه, بيحصل ان النيجاتيف تشارج ترجع تاني تعمل الدبل بوند, والمره دي اللي يطلع مين؟ يطلع البي ار مش الاو اتش, لان البي ار ماتش بيتر ليفنج جروب عن الاو اتش. خدوا بالكم ان احنا عاملين التفاعل ده في وسط ايه؟ قاعدي بيزك ميديوم. اذا معنى كده ان الاو اتش في وجود البيزك ميديوم بتكون ايه؟ فينوكسايد, بيبقى او عليها ماينس سولت, ولذلك انا لازم اعالج التفاعل في الاخر خالص
باسيدفايد ووتر علشان اقدر احصل على الايه؟ على الفينول. كده بقت واضحه؟ تعالوا نأكد. لو انا عندي الميتا بقى، الميتا اهو عمل اتاك ايبسو، النيجاتيف تشارج بقت هنا، دي لوكاليزيشن هتبقى هنا، وبعدين مرت بكل المراحل اهي خلاص، مفيش الكونتريبيوشن الرقم 4 اللي احنا قلنا عليها ايه؟ مهمه جدا. يبقى المايزنهايمر ده او الانين انترميديت ما هوش ستيبل زي في حاله الايه؟ الاورثو والبارا. عشان كده بنقول ان هنا بيحصل ايه؟ التفاعل. بريدكت ذا برودكت اوف ذا فولوينج رياكشن. ادي حلقه بنزين عليها نوعين من الايه؟ الهالايدز، مره بي ار ومره سي ال. وادي الان او2 موجوده في الايه؟ في الحلقه. لو انا حطيت عليها النيوكليوفايل قوي زي صوديوم ميثوكسايد، صاحبنا ده النيوكليوفايل هنا، هيعمل اتاك. يا ترى هيعمل اتاك على الكربونه دي ولا على الكربونه دي؟ هيعمل على الكربون اللي هي بالنسبه لل NO2 يا اما اورثو يا اما بارا. هنلاقي هنا مفيش اورثو لكن في البارا سي ال، يبقى معنى كده ان هو هيعمل اتاك على الكربون دي وهيحل محل مين؟ السي ال، مش هيجي ناحيه البي ار لان هي ما هيش ستيبل. يبقى الناتج هيكون عباره عن 2 برومو 1 ميثوكسي 4 نيترو بنزين. الفلورايد ايون is usually a poor leaving group because it is not very polarizable. Fluoride serves as a leaving group in the Sanger reagent اللي هو 2,4 dinitrofluorobenzene اللي هو صاحبنا ده. Used in the determination of peptide structure. بيستخدموا الريجنت ده علشان يعرفوا التركيب بتاع الايه؟ البيبتايد. Explain why fluoride works as a leaving group in this nucleophilic aromatic substitution even though it is a poor leaving group in SN1 and SN2 mechanism. يعني لما باجي افعل ده مع امين RNH2 فبيحصل displacement للفلورايد بكل سهولة ويديني الايه؟ الامينو. اوكي ده اسمه ايه؟ سانجر ريجنت. ليه هنا فلورايد ليه جود ليفنج جروب بينما في حالة الاس ان 1 والاس ان 2 لا؟ تعالوا نشوفه. بالنسبة للنيوكليوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن هلاقي ان الفلورايد ما بتطلعش في الخطوة اللي بتتحكم في التفاعل ده اللي هو الايه؟ الرياكشن باثوي. يبقى انا باجي ابص هنا بلاقي ان الخطوه اللي هي الري ديتيرمينج ستيب في الاروماتيك نيوكليوفيليك سبستيتيوشن او النيوكليوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن بتكون الخطوه اللي بيتم فيها اضافه الايه؟ النيوكليوفايل. اما الفلورايد فبيحصل ان هو بيمشي في الخطوه الايه؟ التانية اللي هي فيري فاست، الخطوة السريعة اللي مش بتتحكم في التفاعل. اوكي؟ بينما لما اجي ابص للاس ان 1 ميكانيزم هي بتمشي على خطوتين بس الليفنج جروب دايما بتمشي في الخطوة الايه؟ بتمشي في الخطوة الأولى. الليفنج جروب تمشي في الخطوة الأولى ويتكون عندي كاربوكاتاين. مش كده؟ وهي دي الخطوة اللي بتتحكم في التفاعل، الفلورايد بيتم في دي. يبقى الخطوه دي بطيئه جدا او يكاد ايه؟ تكون ايه؟ منعدمه. بنيجي للاس ان 2 برضو الفلورايد بيمشي في الخطوه، هي خطوه واحده، بيمشي في الخطوه المتحكمه في التفاعل، هي خطوه واحده وهي اللي بتحكم ايه؟ في الايه؟ في التفاعل.
يبقى عرفنا ليه الفلورايد جود ليفنج جروب في حالة النيوكليفيليك أروماتيك سبستيوشن، بينما في حالة الـ SN1 والـ SN2 لا يعتبر very poor leaving group. نيوكليفيليك أروماتيك سبستيوشن واستخدام الأورجانوميتاليك أرين كروميوم تريكربونيل كومبلكسز. طبعا العلم عمال يتطور، فإحنا لازم نكون على الأقل عندنا أساسيات العلم الحديث. يعني إيه؟ كفر ايه الاساسيات اللي بنسمع عنها. وطبعا بقول ان الكلام ده من القرن الماضي، من القرن العشرين، احنا في القرن ال21. تعالوا نشوف الساينتست لو ايه في القرن اواخر القرن الماضي قال. لو انا عندي مركبات هالو بنزين زي كلورو بنزين بفعلها مع كروميوم هيكسا كربونيل بيتكون كومبلكس. الكومبلكس ده بيساعد الاروماتيك رينج ان هي تستقبل النيوكليفايل، يعني بمعنى اصح بيخلي الرينج دي الكتروفيل، وبيساعد على الاستابيليتي بتاعه الايه الانين انترميديت. فالنيوكليفايل بيهاجم على نفس الكربون برضو ابسو ويكون الانتر ايه الانترميديت ده. بعد كده باخد المركب ده بعد ما يطلع منه سي ال ويرجع تاني اروماتيك، اعمل له اوكسيديشن باكسجين في وجود لايت يديني الايه النيوكليو بنزين. طيب يبقى انا كده شلت السي ال وعملت لها ديسبليسمنت او ريبليسمنت بالايه بالنيوكليفايل. في الاول عملت كروميوم تريكربونيل كومبلكس، خلى الرينج دي تستقبل النيوكليفايل بكل سهوله، اداني الانين انترميديت، السي ال ماينس طلعت علشان يرجع تاني المركب اروماتيك، بعمل له اوكسيديشن باكسجين في وجود لايت يديني البرودكت. نفس الكلام ده حتى الكربون هيدروجين ممكن يعمل ديسبليسمنت للكربون هيدروجين. فلو انا دلوقتي حطيت على البنزين كروميوم هيكسا كربونيل هيديني الكروميوم تراي كربونيل كومبلكس، فعلته مع نيوكليوفايل كربون نيوكليوفايل زي الليثيوم 1,3-ديثيين هيتفاعل ويديني الانين انترميديت ده، بعمل له اوكسيديشن بايودين بيديني الفاينل برودكت. ده منشور في جورنال امريكان كيميكال سوسايتي 1979، والساينتست قدروا يعملوا ايه اكس راي علشان يتاكدوا من الايه من الانترميديت ده اللي بنقول عليه ايه ايتا 5 سايكلوهيكسادينايل كومبلكس. قدروا يعملوا له اكس راي فما فيش اي داوت ان هو ايه الباثوي بتاع التفاعل هيمشي بالطريقه دي. في نوع تاني من التفاعلات اسمه Elimination Addition او بنقول عليه بنزين ميكانيزم. طيب انا لو انا خدت الكلوروبنزين وفعلت صاحبنا ده مع صوديوم هيدروكسيد عند 350 درجه، زودت درجه حراره وتحت ضغط، الاقي برضو ان اتكون ايه الفينوكسايد اللي انا بعالجه في الخطوه الثانيه باسيد عشان يديني الفينول، ودي شركه داو بتحضر الفينول بهذه الطريقه. طب فين النيترو اللي انت كنت بتقول عليها الالكترو وذروينج جروب؟ مش موجوده. يبقى الساينتست بداوا يفكروا ان في ميكانيكيه ثانيه غير الايه النيوكليوفيليك Aromatic Substitution Mechanism، واتأكدوا ان التفاعل ده بيمشي، وان صورته عامة ان هو برضو لما خدوا الكلوروبنزين فعلوه مع الصوديوم أميد الليكويد أمونيا ودرجة حرارة واطية جدا -33 degrees Celsius اداله أنيلين. لكن لما خد بقى البارابرومو تولورين لقى ان الناتج مش بس displacement للبي ار بان اتش 2،
لا ده اداله two products وتقريبا اليلد بتاعهم 50-50. يعني اداله باراتولودين وارثولودين. وهل يا ترى التفاعل كده ماشي ازاي بقى؟ الساينتست وصلوا ان الميكانيزم بيكون الاميد كفيري سترونج بيس بياخد الاتش دي بيكون الانايم ده. الانايم ده بيعمل بوند مع الكربون اللي جنبه ويطلع البي ار. يعني بيعمل تريبل بوند. الساينتس قالوا هي مش تريبل بوند بالظبط، هي كانها باي راديكال. المهم ان احنا عشان نتفهم هذا الموضوع بنعتبره كده مجازا ان هي ايه؟ تريبل بوند. التريبل بوند دي وقع على اثنين كربون، كربون A وكربون B. لو النيوكليوفايل رجع تاني يعمل اديشن، بدل ما تفاعل كبيس هيتفاعل المره دي كنيوكليوفايل. اتاك على ايه؟ هيديني ده الانايم ده، يعني هيضاف هنا ودي تتكسر كده، يبقى دي عليها نيجاتيف تشارج اهي. بعد كده النيجاتيف تشارج دي هتيجي تهاجم اتش بتاعت امونيا تاخدها، ويبقى يرجع تاني السيستم بتاعي اروماتيك بارا ايه تولوتين. تمام. طيب لو المركب بتاعي ال NH2 دي هجمت على B، هيبقى النيجاتيف على ايه؟ هيبقى النيجاتيف على ايه؟ وهنا دخل NH2. النيجاتيف برضه هتهاجم H بتاعت امونيا ويديني الأورثو ايه؟ الأورثو تولودين. ول كده بقت واضحة. يبقى عندي حاجة اسمها الأول كالإليمينيشن والخطوة الثانية كانت ايه؟ أديشن. يبقى اللي هو بنقول عليه بنزاين ميكانيزم. الساينتست عشان يجيبوا ايفيدنس كاملة بقى قال لك انت بتقول ان في عندك تريبل بوند. التريبل بوند ده خدناها في ديلز الدر رياكشن ان هي عباره عن ايه؟ داينوفايل. طب لو حطينا جوه التفاعل وهو شغال فيورين داين، لو ده موجود هيعمل ديلز الدر 4 بلس 2 سايكلو اديشن. الساينتست بعد ما عملوا التجربه دي لقوا فعلا ان ديلز الدر ادكت موجود حتى لو بنسبه صغيره، لان البنزين اكيد مش هيكون هايلي ستيبل. فوجود ديلز الدر ادكت از ان ايفيدنس فور ذا بنزين انتر ايه؟ انترميديت. To identify the mechanism of an aromatic substitution reaction. هنيجي نبص للريجنت بتاعي اللي انا حاطه على حلقه البنزين ده، هل هو الكتروفيل ولا نيوكليوفيل؟ الكتروفيل يبقى الميكانيزم الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. لو نيوكليوفيل هاجي اسال هل عليه ليفنج جروب؟ طب هل الليفنج جروب دي اورثو او بارا لفيري سترونج الكترون ويزدروينج جروب؟ لو كان الكلام ده صح يبقى التفاعل هيمشي نيوكليوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. لو ما كانش عندي حاجه من دي يبقى التفاعل هيمشي ايه؟ ببنزين ميكانيزم اللي هو اليمينيشن اديشن رياكشن. What is the most likely mechanism for each of the following transformation? Well, انا عندي ليفنج جروب ايودين اوكي على حلقه البنزين، وعن هي بالنسبه ل لها بارا الكترون ويزدروينج جروب NO2. عندي NH2 ماينس
ده نيوكليوفايل. النيوكليوفايل خلاص ركناها على جنب، نيجي نبص هنا لقينا ان حلقه البنزين زي ما قلنا عليها الكترون عليها الكترون ويذروينج جروب نيترو فيري سترونج، وعندي ليفينج جروب اللي هي ايودايد. يبقى التفاعل ده هيمشي ازاي؟ هيمشي نيوكليوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. طب انا عندي ايه؟ انا عندي نفتالين اروماتيك، وعندي هنا الريجنت بي ار 2 مع ايرن تراي ايه؟ ايرن تراي بروميد. يبقى الناتج بينها هو عباره عن بي ار بلس، البي ار بلس ده عباره عن الكتروفيل، يبقى التفاعل هنا هيمشي ايه؟ الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. When two ethyl 5 chloro toluene was treated with sodium hydroxide at high temperature followed by treatment with H3O plus, three constitutional isomers with molecular formula C9H12O were obtained through all three products. طب هو ده المركب اللي عندي اللي هو 2 ethyl 5 chloro toluene، ادي Cl leaving group بس ما عنديش electron withdrawing group على الحلقة. يبقى معنى كده التفاعل ده هيمشي عن طريق ايه؟ البنزين ميكانيزم. well عندي كام هيدروجين اورثو بالنسبة للليفينج جروب؟ عندي اتنين، البلو والريد. طب لو ال OH minus اخدت البلو يبقى معنى كده هيكون البنزين ده، لو اخدت الريد يبقى هيكون عندي البنزين ده. لما تيجي الـ OH- تنضاف بقى مرة تانية، يا اما هتنضاف هنا هيديني ده، لو انضاف هنا هيديني ده، لو انضاف هنا هيديني ده، لو انضاف هنا هيديني ده. خدوا بالكم ان المركب ده هو هو نفس المركب ده، فاجي ابص هيكون عندي ايه؟ 3 products. عندي 3 products. See you next lecture.